هذا السائل أبو عبد الله يقول الشيخ في الآية يقول ما المراد بالآية ويقولون حجرا محجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذه الآية فيها رد على الذين طلبوا رؤية الملائكة لو نرى ربنا، فالمشركون تعنتوا وقالوا أو نرى الملائكة. الله جل وعلا رد عليهم فقال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. الملائكة لا يرون على صورتهم وخلقتهم، ما يستطيع البشر أن يراهم على خلقتهم، لكنهم يأتون بصور معروفة، صور آدميين، تمثلون بصور آدميين لأجل أن يتفاهم البشر معه. ولو جاءوا بصور الملائكة ما استطاع البشر أن يقابلوهم ولا أن يتفاهموا معه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنهم يأتون بصور مألوفة للبشر حتى يستطيعوا مراجعتهم. ولكن إذا جاء العذاب أو قامت القيامة فإنهم يأتون على صورهم وعلى حقيقتهم ويراهم الناس ويفزعون عند رؤيتهم. ولهذا قال يوم يرون الملائكة، يعني وقت نزول العذاب أو وقت قيام الساعة، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي ممنوعا. الحجر هو المنع، ولذلك سمي العقل حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي ذي عقل، لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق، ويقولون حجرا محجورا أي ممنوعا. نعم.